من فضلكم، وهذه مقاطعة حكومية عشوائية نبتت على في هذه المؤسسة، وهذه مقاطعة عشوائية حكومية تدافع كين الحكومة تدافع أنها سأرفع الجلسة سأرفعها، مقاطعة حكومية عشوائية تفرط في المؤسسة التشريعية، تفرط في المؤسسة، أنتم تفرطون في المؤسسة التشريعية، أنتم لا تدافعون، أنتم لا تدافعون، أنتم مقاطعة عشوائية حكومية نبتت تحت هذه القبة، نبتت تحت هذه القبة. كيف كاين الوزير نعطيه الكلمة يرد؟ أنا هنا أنوب على القانون اللي ما قادرش، أنا أنوب على القانون ولن أسمح به، ولن أسمح لأحد أن يخرق القانون، لن أسمح لأحد أن يخرق القانون. أنتم الرسالة الملكية، لن أسمح لأحد أن يخرق القانون، لن أسمح له. تفضل سيد الرئيس. سيد رئيس، إلى جت على خاطركم. سيد رئيس، والدستور هذا. السيد رئيس، السيد رئيس، والمقاطعة الحكومية. سيدات السادة النواب، سيد رئيس، لا ما أعطيتكش الكلمة، ما أعطيتكش الكلمة. سأجيب. أرفعوا الجلسة، أنتم مسؤولون. أرفعوا الجلسة وأنتم مسؤولون. أنتم تخربون هذه المؤسسة. الرئيس تخرب هذه المؤسسة بتدخلاتك وأنك لم تتكلم. أنتم تخربون. خليك تفضل. شكرا. الاخوان صافي الاخوان. سيد الرئيس نرفع. سيد الرئيس كنطلب سيد الرئيس تفضل. اشوف هذا.